يبقى هنا عايزين نوضح بس ونأكد نقطة مهمة، إن موضوع رفع الفائدة في أمريكا ده كان أحد العوامل اللي أثرت على امريكا نفسها، أمريكا نفسها من خلال البنوك، وهنقول البنك رقم 16 موجود. طيب. ايوه، لانه الدعاء عليهم كتير آه. الحقيقة. نرجع بقى في الجنب التاني نشوف البنكين التانيين. تمام. البنكين التانيين اسباب تحديدا مختلفة. تمام. هنا بقى الاختلاف، ولكن في عامل مشترك، وهي شركات التكنولوجيا. وده مؤشر. ده مؤشر ولا له هنبص له بقى تأثير؟ دلوقتي. يعني كده قطاع شركات التكنولوجيا المالية او شركات التكنولوجيا وشركات الناشئة هنا فيه مؤشر خطر. بنك سيلفر جيت وبنك سيجنتشر، ده وارد كده ان الموبايلات كمان واللابتوب والايباد والحاجات دي ممكن تغلى اكتر بسبب القصص دي. ده احنا فضل. هنوضح نقطة مهمة اكتر هنا دلوقتي. فضل. ليه سيلفر جيت تحديدا لما نيجي نبص لمشكلته اللي ابتدت من نوفمبر الماضي كان بسبب انهيار منصة FTX، ودي المنصة دي هي تاني اكبر منصة لتداول العملات المشفرة. ياه. تمام. زي البيتكوين. ما انا جاي بقى هنا حضرتك. إيه؟ بيتكوين كل العملات. فكرتها ايه؟ حضرتك معاك بيتكوين وعايز ايه؟ دولار. عايز تسيق تاخد دولار مقابله. فهم سيلفر جيت عاملين شبكة حضرتك عشان تبتدي البيتكوين اللي عندك انت عايزه دولار تترجمه اترجمه لدولار. لك لدولار. وكانت بتتم من خلال السيلفر جيت دوت مثلا من 2019 المعاملات البنكية اللي تمت في التحويلات دي بنتكلم في حوالي 2 تريليون دولار. رقم كبير. طيب ابتدى البنك مع العمليات ديت ابتدى يبص هنا، طب انا الناس حصل قضية هنا دلوقتي ما بين الفيدرالي والمنصة بتاعت FTX اللي هي بتاعت العملات وطلبوهم وابتدوا يحققوا معاهم. فابتدى الوضع هنا بقى يحصل مشكلة. اكبر مساهم في الموضوع دوت اللي بنسبة 40% مع البنك سيلفر جيت ما بين التعاملات بتاعته بيمثل 40% بقى معاه مشكلة، ابتدى البنك يخسر. وبالتالي ابتدت العملاء عايزة تسحب فلوسها. تمام. لان اصلا الشبكة بتاعت اللي بيقوم عليها عمليات الـ FTX اللي هي شبكة FTX اللي بيتم عليها التعاملات ابتدى يبقى معاهم مشكلة. فابتدت العملاء عايزة تسحب فلوسها. حصل نفس المشكلة. يبقى دي تكنولوجيا ماليه اللي هي بتقوم بعمليات تحويل البيتكوين لدولار، البيتكوين ده او العملات المشفره لعمله. تمام. نروح بقى لسيجنتشر ذا سيم. بس الفكره كلها ان فكره سيجنتشر كان برضو ان عمرة ابتدوا يسحبوا ودائعهم ويروحوا يحطوها فين؟ في جي بي مورجان. قابلته نفس المشكله. فالفكره كلها هنا عندي سيجنتشر وعندي سيلفر جيت قابلتهم مشكله سيوله. وعندنا سيليكون فالي قابلته برضه مشكله سيوله عشان يوفر يحقق الالتزامات بتاعته للعملاء ويديهم فلوسهم. وبالتالي هنا السبب او هنقول المحرك اللي في النص هنا عاملين. العامل الاول رفع اسعار الفايده ان هم ابتدوا يبيعوا سندات واذون باسعار قليله عشان يبتدوا يوفروا الاموال للمودعين نمره واحد. العامل الثاني شركات التكنولوجيا الماليه اللي بتشتغل في العمليات دي والشركات الناشئه اللي موجوده عند سيليكون فالي. وهنا عايزين نقول ان في انديكيتور موجود مؤشر بيقول ان القطاع ده تحديدا فيما يخص معاملات التكنولوجيا الماليه تحديدا والشركات الناشئه ده هنا في مخاطر عاليه جدا. وانا شايف ان الفتره اللي جايه المعاملات اللي هتتم او التمويلات اللي هتتم هنا في القطاع ده تحديدا لازم تقل او تقف. تكنولوجيا. طبعا. لان هنا ما هو ايه اللي حصل طالما هتقل ده ممكن يبقى ما فيش وفره. ما هو الفكره بقى هنا في كل الادوات اللي ليها علاقه او الاجهزه بالتكنولوجيا. الفكره كلها العمليات اللي هنقول العملات المشفره اسعارها ابتدت يحصل فيها ايه؟ تبتدي تقل لان الشبكه نفسها اللي بيتم من خلالها المعاملات بقى فيها مشكله. طب يعني الناس عايزه تسحب فلوسها. ما الناس عايزه تسحب سريع فلوسها. دلوقتي في البيتكوين ابتدى يحصل في انخفاض في العملات الرقميه. تمام. ولكن اللي احنا عايزين نوضحه اكتر هنا ان العملات الرقميه اصلا ابتدى الفيدرالي الامريكي او الحكومه الامريكيه توقف التعامل بيها. طب ليه؟ هو ده السؤال. هنا انت بتوقف التعامل بالعمليات اللي بالبيتكوين وتتحول لدولار. طب هو مين اللي بيستخدم العمليات دي؟ مين؟ تعالي بقى حضرتك نيجي كده الناحيه دي شويه. ايوه. في دول ثانيه واحنا شايفين الازمه والحرب. ايوه. ابتدت امريكا تقف عند روسيا وتقول لهم لا انا مش هشغلكم على الشبكه بتاعتي. ابتدت تشتغل هي الناحيه الثانيه فين؟ عملات مشفره عشان تبتدي تحرك رؤوس الاموال بتاعتها. وبالتالي هنا احنا دخلنا في ايه بقى؟ مخاطر نظاميه. وده اللي اعلنه الفيدرالي الامريكي في قفل البنك بتاع سيلفر تحديدا. السيلفر. ابتدى يقول انا عندي هنا مخاطر نظاميه عايز اوقف.
وقف البنك دوت مش هشغله. وهنا هنقول بصراحه شديده ان معنى ان هم يقولوا ان انا عندي مخاطر نظاميه من مع البنوك ديت اللي فيها الاشكاليه بتاعت يعني ايه نظاميه بس عشان مخاطر نظاميه دي اللي هي مخاطر بتهدد نظام البلد او النظام الاقتصادي في الدوله الوضع السياسي الوضع الاقتصادي او السياسي تحديدا فانا عشان اقول انا عندي هنا مخاطر نظاميه في الجزئيه دي اللي بتتعامل مع الشبكات اللي بتحول البيتكوين يعني انت عارف كده دلوقتي ان التعامل بالعملات دي بيهدد النظام يعني والأمن. يعني اقدر اقول انه امريكا او الفيدرالي الامريكي هو اللي حضر العفريت تحديدا بفكره رفع الفايده مش عارف يصرفه دلوقتي كالعادة. وفي نفس الوقت هو لما رفع الفايده يا فندم هو